عندي راه تقريبا واحد اش غنقول لك، راه واحد 12 عام وهي يقول النهار اللي دارت هذه المسيره لا من طريق الجمعه، ودابا الواد الحار هو اللي كيفيض فيها ديال الساكنه ديال سلمى ولاميه وكلش، وديما هكا راه غوتوا عليها داعيه وما كاينش شي حل اللي يديروا معاهم. هنا هو المسؤولين هما اللي دايرين هادشي، قلناها كاع الرئيس ديال الجماعه، قلناها البرلمانيين كلهم كيدخلوا هنا للمسيره للحمام وداك الشيء وكيشوفوها وكيقول لك واخا وشي حاجه فهم. تقريبا 12 عام وهي بحال ما هو كيجوا كيديبوا تراكس كيحفروا لي حداها كيردموا وسط يوميا يوميا. انا خدام اصلا كنت هنا في الحمام ديال المسيره يوميا، كنت كرفتو لا في الخروج ولا في الدخول. ما كاين دابا اكثر مع الكيران دابا ديال هنا اللي كيدوب الترونسبور ديال الوزين كلشي مكرفص. دابا راه كنقزو غير من هاد من فوق الرصيد باش كنقزو السميد، ما كاينش من دوز. واكثر هي دابا الشتاء وهي بلا شتاء ولات ديما فايضه، لان هو الواد الحار هو اللي مشكل فيها. بالنسبه لهاد الطريق حنا تقريبا شي كنجيو لاسفي شبه يوميا، وعندنا بصراحه كنخموها قبل ما كنبغوا ناخذوا، يعني كان ملي كيكون عندنا الوقت راه كنديروا طرقان اخرى، وملي كنكونوا مزيره راه كنجوا كنهرسوا الطوموبيلات ديالنا. وكيف كتشوف راه يعني مده وهي بحال هكا، ماشي غير شهر ولا شهرين، راه ما يقارب عام. فهذا نداء للمسؤولين اللي في الحقيقه انا كنشبههم بهذ المقبره اللي كاينه هنا، لانهم هما راهم هما كيدوزوا الناس هنا، على الاقل على الاقل يحترموا هاد الناس اللي كيجيبوا الوفيات ديالهم وداك الشيء وكيدوزوا يوميا من هنا. ونتمنوا من الله تكون اذان صاغيه ويصلحوا هاد الطريق. راه هي المناره ديال اسفي، راه الوجه ديال مدينه اسفي هو هذا، يعني الدخله ديال مدينه اسفي كتلقى فيها حفاري بهذا الشكل، يعني اللهم ان هذا منكر. وهذا الطريق يعني عندها اهميه كبيره، انها كدي لمنطقه الحصبه والاربعة مول البرقي فين كاين السجن اللي داروا تما المحل الجديد، وكاينه وكدي المخرج ديال لوطوروت عن طريق الغربيه، وكدي الاربعة مول البرقي والدار القيد سي عيسى. يعني هذا الطريق راه طريق يعني مهمه، ماشي كاي طريق، يعني لهذا والناس المسؤولين ما يصوبوش طريق بهذا الحجم وبهذه الاهميه. فهذه نقطه وعلامه استفهام، نتمنوا ان الناس يتدخلوا ويحلوا هذا المشكل. هذا هو الطريق راه بزاف اللي كنشوفو زعما يوميا، انا تقريبا كندوز من هنايا، يعني طريق لا يرسى لها، ديما طوموبيل في حاله لا يرسى لها. وكنتمناو زعما بالمسؤولين، واخا المسؤولين يعني راه ما دايرين والو، يعني راه تقريبا راه ما كتجي تشوف، ماشي غير البنيه التحتيه ديال تقريبا ديال اسفي، راه المغرب كامل، ولكن من هاد البنيه بداش كنعانيو منها بزاف، كنعانيو منها يعني تقريبا بشكل يومي، وتقريبا جي شي تقريبا عامين وياكد، يعني راه شي حاجه بسيطه، ماشي شي حاجه اللي بزاف، يعني راه المسؤولين اللي داروا اهميه في هذا الشيء غيكون هذا الشيء زوين. من ناحيه الطوموبيل كتاكل العصا بزاف، تقريبا يوميا راه الطوموبيل يعني واخا تكون ضروري من ناحيه. اخويا اش غادي نقول لك، هاد البلايص هادو ازيد من شي 5 سنين ديما نفس الحفره تتعاود ترجع، تيجي غادي يدوز دابا غادي يرموا لها شويه ديال التراب، غادي تعاود ترجع الماء حتى الماء دابا هنايا فاش تصب الشتا هاد البلاصه كامله تتعمر بالماء. راه كاينه الحفره اللي تتنزل تقريبا حتى 30 40 سنتيم فسميتو، كاين اللي تيجي ما عارف شي البلاصه راه تيطيح تيعرف تيقول كاع ما عارف فين غادي. عندنا هنايا هاد البلاصه وعندنا هذيك الدخله اللي هي حتى دابا حنا بحكم اننا ساكنين هنايا في هذا اللوتيسمون ديال هشام، عندنا حتى من لهيه ما كاينش فاش ندوزو، الحفاري فيهم راه ممكن انكم تمشيو سواء من هذه الجهه ولا من الجهه الاخرى، راه حفاري راه اش غادي نقول لك، الله يهديهم الله يهدي هاد المسؤولين. بالنسبه هما لي ريتول وسميتو والبناوات وسميتو راه تيمشيو تقريبا ديما خصنا نبدا نعاودوهم، السكوس وسميتو راه تجي تلقى الطوموبيل اليوم ها انت الا لاحظتي غير دابا الطوموبيل شوف كيفاش تدير، شوف كيفاش تدير، واش شي مسؤول يرضى يدوز انه يدوز هكا، وربما انهم غادي يكونوا تيدوزوا هنا والدنيا هانيه عندهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.